بحمد ربنا طبعا على المكسب، وبشكر اللعيبة على الجهد دوت والإصرار اللي هم يرجعوا المباراة. بدأنا المباراة بشكل كويس وكنا مستحوذين طول المباراة، عندنا فرص كتيرة جدا. كان برضو تاني مرة اللي احنا بعد ما نسجل ويبقى عندنا فرص ان احنا نحسم المباراة نرجع تاني في المباراة، لكن الحمد لله بشكر اللعيبة مرة تانية ونحاول نصلح الأخطاء اللي احنا وقعنا فيها دي، وان شاء الله نركز في المباراة القادمة ان شاء الله. حصل في الدوري ده، حصل في الدوري اللي فات، فاكيد الكلام ده ليه اسباب، لان الكار بقاله كذا ماتش مع حضرتك ومع كابتن بيتشو قبل ما يمشي، فاكيد نفس اللعيبه في اسباب، وده المفروض ان الاسباب دي عالجتوها قبل كده. فتكرار الموضوع ده هيبقى سبب في ضياع الدوري، انا مش هنكسب كل ماتش. تمام، مفيش مشكله، لكن خلينا نتفق ان مباراه الدوري مباراه صعبه، كل الفرق اعتقد مستويات بقت قريبه، معظم الفرق برضو بتعمل نفس النتيجة، حتى الفرق المنافسين لينا نفس القصة، بنحاول نعالج الأخطاء زي ما احنا قلنا، لكن راعي برضو موضوع الإصابات موجود، موضوع الجهد البدني اللي اللعيبة بتبذله. لكن النهاردة ممكن أقول ملحوظة غريبة شوية، يعني إن فرقة المحلة من يوم 28 ما لعبتش، النهاردة بتلاقي إصابات كتيرة ولاعيبة بتوع كتيرة جدا، فما بالك من اللعيبة اللي بتلعب كمية مباريات كتيرة جدا، سواء في الدوري أو في الكاس أو في مع المنتخب، فطبيعي جدا يعني. وزي ما قلت كمان مره وبكررها كذا مره، لعيبه النادي الاهلي بيلعبوا ضغوط كبيره جدا، مباراه في النادي الاهلي بتعادل ثلاث اربع مباريات في الفرق الثانيه، لكن زي ما قلت في اخطاء طبيعيه لازم نعترف بيها ونحاول نصلحها، لكن ما ننساش برضو ان انت بتلعب لاخر نفس وبتحاول وبالصر ان انت تكسب. كان عندنا فرص كتيره جدا حتى بعد الجون اللي داخل فينا، كان ممكن النتيجه تبقى اكتر من كده، لكن في الاول والاخر لازم نتعلم الاخطاء ونشتغل عليها ان شاء الله. لا انا يعني مختلف معاك بعد اذنك، يعني في حضرتك بتقوله انت بتتكلم في فرص ما بتتكلمش في اداء، انما قفشه عامل اداء مميز، عامل لنا ريتم، بيتحرك كويس بين الخطوط، بيعمل اسيست كويسه للفرقه، بيساعد الفرقه، انما موضوع الفرص ده توفيق، يعني مجرد اللي هو برضه نشتغل عليها ونشتغل عليها اكتر، اعتقد ان شاء الله يبقى احسن ان شاء الله. يعني في البداية يمكن قلت قبل كده ان انا زي ما حضرتك قلت فترة مؤقتة بالنسبة لي يعني، لكن حتى لو يوم واحد بالنسبة لي انا هعمل اقصى حاجة ليا، حتى لو مباراة ودية يعني، فانا اللي عليا هعمله، اشتغل انا وجهازي ونحضر كويس للمباراة، مباراة مهمة بالنسبة لنا جدا، بتعني بالنسبة لنا بطولتين يعني، اللي انت تلعب ان شاء الله نهائي كاس وتوصل، ودي برضه تأهلك اللي انت تلعب سوبر، فده تفكيرنا ان شاء الله فيه، ان شاء الله نستعد كويس، واتمنى ان شاء الله اللعيبه المصابه ترجع لينا تدينا قوه وتدينا دفعه كويسه ان شاء الله. وزي ما قلت تاني وبكرر تاني، احنا بنعمل اقصى ما عندنا عشان ده الطبيعي يعني. شكرا.